بردانين ما كانش إشي نغطى فيه، كنا خايفين كتير كتير، كنا حتى الحمام ما نعرفش نخشه لأنه فيش حمام. وين الرؤساء؟ وين كل الناس اللي حكوا إحنا معكم؟ وينهم؟ ما سألوش عنا؟ أكم من فيديو نزلنا، وينهم؟ كلكم شفتوا، كلكم عرفتوا، ما حدا سأل عنا. أبوي كان كل يوم يروح عشان بس يترجيهم فلس، واحد ما كانوش يقبلوا، على الأقل ترخيص الدار ما يقبلوش. وينكم أنتوا؟ وينكم اللي بتحكوا إحنا معكم؟ وينكم؟ هاي الدار انهدت وأنتوا ولا عاملين شغلة، الناس بتنام بالشوارع وأنتوا مش عاملين شغلة، بدكوا تناموا ببيوت وفيلات وإحنا ننام بالشوارع، أنتوا مش أحسن منا. دم الشهداء بروح على الفاضي من كل البيوت وانتوا قاعدين، الناس بالشوارع بتنام، الناس بتخيم، الدنيا بتشتي عليها، بنحرقوا من السيف، وينكم؟ الناس فيش المساعدات اللي من برا بتجينا وينها؟ وينها اللي بتقولوا مساعدات من برا وينها؟ طب احنا شو ذنبنا احنا؟ احنا اولاد صغار جايين نعيش ونعرف المستقبل، مش احنا اولاد صغار نترمى بالشوارع للي بتعرفوش للي بتعملوا حسبنا بالله عليكم، احنا مرميين بالشوارع. احنا مرميين بالشوارع، كل يوم دار بتنهد، 24 كل يوم دار بتنهد، طب الكورونا اجت وضبتونا بديارنا، من وين نروح نجيب مصاري؟ يعني المصاري بتشتي الدنيا عشان ناخذ مصاري من لملم، من وين؟ من وين احنا نقعد بدورنا؟ من وين الاجارات اللي رح نجيبها؟